كاين الرخو محمد الحسيمه محمد مش نسب انه تغش سابقا لاعب فريق امل الزمالك وانتقل الى فريق بن طيب نزو نتسنى بعد الاحساس النش بانه اطراد ضد ديال الفريق النش السابق ايوا من دوم غيني رخو شفت غنغي كيسنخو مزوا ساعي ني شتابن بالدر نروح غا بن طيب الاحساس نشين دوم مثلا مره فهمت خو شتي نجمعنا ختمايا نشين دوم مثلا مره العرس الكرويه يعدو سبحان الحمد لله الزي سواء نشين سواء اثنين نشين دوم مثلا على كل حال نشين مره دوم مثلا تشكاري خنصوت سواء المكتب نسنسي لعاب نسنس مره عز خفي ومن دوم غيني نتشكال من برا عاود غادي نصطف نغوم ذا وقت التغطيه الاعلاميه ذا تقم ذا ومن دوم غيني واخا محمد نقسم الجمهور يعني يتساءل من السبب الحقيقي شي يجينا تبدل الاجواء تحت غا عندي تنطيب وتغيم شاك زغرغر ايوا رخو من داش غيني رخو دقني دين شنو المسائل الشخصيه وبنادم وزن هذه سنتي هدف ايوا الحمد لله رخو نيشتي من جميل غيني بنادم فريقا نسب انه يحوج الدعم زمار الفعاليه مزغرغان بالخصوص المجلس البلديه واش يعني تولى بانه المجلس البلديه يعني ان شاء الله غادي نشد الدعم سبحان الفريق مش بين ساقي تماك ماشي تسمع حكمه المجلس ولكن مش توالي راينا مش توالي مسالينوش مش توالي تسمى فريقا يستهج الدعم شينا عن المسائل نغ يسمى سي صنوش الدعم خاطر يقعد مش توالي قعد مزوا ما يمكنش تسمى الفريق شنو هو وتك وبالنسبه نشين نشكا شخص تسمى شوف عليك الدعم غادي نعاون تما الى اخر المطاف. المواكبه غير المقابله تيتم مقابله القمه الكاس الوطني الثاني عصبه كاين محمد الشيخ لاعب سابق غني عن كل التعريف في المطار ضد فران سواء ضد التيار ضد الممارسه ضد التخطيط محمد نهار تمني اجواء خاصه ضد ملعب الشريف سميتو ضد الجار المقابله القمه جاء نجم بن الثياب ضد الفريق الشيخ المزغل امل الرياضي الاصغر الى غير سبايا الدفاع نشكر الجميع بعدا نشكر الطاقم الممرض فعلا نسمح لنا ندوز النهار هذا بقران يسكر الاجواء بغات عايشة في تغرب مزيان وتغرب التراث الاجواء نتمنى غتستمرت على النهار بصفة تشتهي الفراتي نشطت البطولية الزوم يبدا النهار حتى لنا الرطب الأولى ونهار مقابلة المصيرية لابد جديسن يخص جديسن يخص صالح كاش الأول والثاني البطولة وسيت كيم والو كما سجلت خمسة المقابلات إذا المقابلة باش ندير مصيرية كذا جا شوية التركيز شوية الانضباط على داخل خاصة المقابلة كاش نتمنى استعادة تشرف من التطلع الملعب ديال المستوى الجمهور ديال المستوى العام كذلك قيمة 50 نتمنى نجم النتيجة مثلا الصباح نهار غتصبح مرة الجمهور هذا نتا باش نوحش ديال المقابلات اللي تستقطب العدد الجمهور نوزو تمثالينا تستمرنت ويصبح حشوها العابنا تحتاج شوية الدعم شوية هنا ويكسرها جدا باش النتائج هذه ريت مليح و زعما نفرحوا بزاف هاك الهدف هاك جديد بزوارو ونتشجع عليه صور رغم توقف والشيء اللي بدا تعجب انا في كان الاجواء نتمنى راس التوفيق باش نفرحوا مرة في النهار ان شاء الله ونتمنى راسنا الصعود نهائيا للبطولة. واخا سي يوسف مش نسن بانه اغلبيه الفرق العصبه يلعبا انت في الضحانوها لازم نسن كنا ديال نجم بن طيب واش تراهم شان لي سالير شان الشهريات شان المناح اللاعبين نيغ تضحانوها بدون مقابله كل الفريق. بالنسبه للسؤال هو شين جميع المقابلات والذي شتوا ثقيم مارانوش المناح يعني المناح يلعب مارانوش واش تجي الفكره انه يتقاد المناح داخل الميدان خارج دين المناح تقاد تما على حسب المقابلات يعني المقابلات مقابلات تما على حسب
ولكن بالنسبه يعني الميناء حنا نتقدم يعني بالمقارنه المجهودات ديال الجباره ديال الانضباط نيت التدريب زوينات صراحه تغيمه رمزيه. ونشكى جميع اللاعبين يعني بدون استثناء يعني سواء يلعب من تسميغا خبارا نخيني بن طيب نشكى ريف المار نقاس وخا تما دعمني ديال الشمون الميناء حنا يعني صراحه المجهودات نيت يعني التقرير تطاس ولكن هني صنعوا المستوى الامكانيات غا شغل الفريق سيناجي مشني غنوا تغسياد الطاس ديال الفريق الامل ان عفوا الوفاق الرياضي للقزغنغان غاجي تجربه تم قرانت سواء ديال القسم الوطني الاول هو سواء ديال الدوريات واش توارد بانه الفريق الامل الرياضي للقزغنغان يسمى هذه الرياضي وشوش الانطلاقه جديده يتشم ودار ديال القزغنغان بالفعل يوشيت وديز عما يبوي ذا يوشيت مجهود ضم قران اول موسم بقيت الصعود لين نجي نحاش التمقرات ان شاء الله هذه ياوض ويمكن ان شاء الله هذه مثل المدينه مستقبل ان شاء الله. سينا جي ما نكاج المقارنه جات تشم شحال ويا من العقد غاجن 10 سنين قبل تشم رخوذ قزغنغان شكت عصاد يعني الفريق ديال الطاس المواسم يعني من دغا هنا ما نكاج المقارنه جا الماضي ضد الحاضر من دش غين اخويا محمد ما نكاج المقارنه جا الماضي ضد الحاضر حتى فاش نفاقد مقران تغيم الزواج ديال الماضي نلعب نضحن الطاس الخوت ما يلعب تبع شويه الماده يا التساق شنو يدير فاق مقرا سي محمد باش نضرب بان هذه السنين الاخيره تشما مزغان تعيش في الفراغ هذا مقرا واش تولد الفريق الامل ليس المواصفات يبغي عائد غيار الامجاد لكره القدم ديال تونس بكل تاكيد ما راه تفوت هي عاونا نشوفوا كيف غيبدا السنوات اللي نقولها نعيش نوع الجفاف على مستوى ممارسه كره القدم ديال تونس مواطن المارس من جمهور مزرغان المارس الكره اللي كره القدم مزرغان في السنوات اللي الاولى وتمنى غادي نهار الانطلاقه هاك الجمهور اللي حضر النهار هاك الجوار سبحان الولاد اذا مره السنه اللي هاك الفريق وكيف راقي مره ولكن شي مره ويتو يدير مليح كان كيف كانت الشعيت شي طرو مزرغان المارس زوج رانا ثلاثه مثل احسن فريق للمستوى للتنظيم للعب للمتابعه للجماهير من يتمنى ما رايتنا الشيء ونختلف عن غادي المليح اللي غادي نلعبوها وان شاء الله تاتي الانطلاقه باش نفتحوا السنوات يعدون ان شاء الله. سي يوسف باش نسال بانه الاغلب الفرق المنطقه سواء ذي بطولة الهواة أو ذي بطولة العصبة تعانت مشاكل بالخصوص مشاكل مادية يجنب ذات غيمان العائق ضم قران جمار الفرق نزون سنكنيو ذي فريق نجم بن طيب واش حتى كنيو يعني تعلمت المشكلة الدعم المادية كذلك ما ممكن يخرج ذي نوع الفكرة خلال الميزانية الفريق يزيد السكوار مع من ومرمان التقواد للجهة تكنيو الدعم من عند بالنسبة للميزانية الفريق صراحة هو نثني يعني على صواب أنه أي فريق صراحة يتعاني من الجانب المادي ولكن نشين كفريق الحمد لله من جانب يعني الرئيس الفريق صراحة يدعم الفريق يعني وتشيبوس وطس بالعكس أضعاف المضاعفة سلمن برا بعد نشين تشكى على الشكر ضم قانس وطس الرئيس عزيز بن محمدي رئيس نجم رياضي بن طيب وفي نفس الوقت وانت تشان يعني السلطات خاصة مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وحتى المجلس البلدي يعني الدعم حتى ولو كان الدعم النخ الدعم يعني لا يكفي إلا وزمان كمل البطولة نص صعود إلا بدعم الرئيس وفي نفس الوقت سيتيريا موش الدعم رمزي من بعض يودان مشجعين كذا وفي نفس الوقت نشكى مارس ساكن بن طيب خدام نخ قدام النجم الرياضي بن طيب وتشجج الصورة خارج البلدية بن طيب بن طيب معروفة من جانب الرياضة قدام جل لاحظني شان مشني الجمهور ربما الطاس يجل عدد دم قرمت يعقب العدد الجمهور لا فوربا واتمنى والله لا نشحواز لغي أوران شتصد وسخف فارش التصيير خي عجبين حين إحرام نستسلم من موان زرق ما رقا عند ذي الكامبو عجباس الحامس خسام غاني ذي الكامبو زيويدة تفس وازرق مانية والله العالي واتمنى ولا ذي صنغان كوش تيفشد حضان جمهور الطاس أنسجع وتيفش إن شاء الله وزن عبد المجيد كلمة أخيرة أتيري موجهة الجمهور الرياضي ذي قزرغان من دسنعين هذا سنين يبارك الله فيكم مطس بزاف 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 الحضور نو منهارة ونيتي ندل على شيء إنما يدل على أن الجمهور فعلا تعطش يجن منتوج رياضي ذي المستوى وأصيل إن شاء الله هذه ريتاني تدل انطلاقة ما حد إن شاء الله نشين أنحاول قا
قدر المستطاع وقدر المجهود اذا غيمشيو سي دار بن سعدي وذانا ونشكري مره اخرى الحضور نسان ونتمنى ان شاء الله دعم الفريق وتمني ان شاء الله نربح النهار انه بن طيب ديس فريق نجم بن طيب يتنافس في الصعود للقسم الوطني الثاني عصبه كذلك فريق اتحاد بن طيب لن تثير ادوار طلائعيه نزول سن العلاقه بنجارهم جاء فريق نجم بن طيب الفريق اتحاد بن طيب الفريق جاء اتحاد بن طيب النجم الرياضي داخل فريق ديجن وغاخبو نشي الفريق اتحاد وحدس النجم الرياضي وحدس بالعكس نشي نغاخ كم كتب ذو مثل ديم دوكار الفاميلية تغيما خيج نطبرة ما نايا نشنو زيز نتعاني شا باش نشينا نقل مشاكل اللي يخفن خيت سما سوزنا لاني تاني تلا نشينا زونو شيج الصورة جاني اتحاد بن طيب النجم الرياضي نشرف خ المدينة بن طيب ونتمنى نشيني غي واش نجي نظرة إيجابية باش نحسم الظروف إذا خيك من ذي الماتشات أعز نظر مدينة بن طيب. قالوا مش توقع النتيجة المقابلة نهارا الأمل الزغنغ. نشمي بكل صراحة إن شاء الله تسمى توريغ الأمل الياب. أو مثلا حيمي مش نغم زوار ذي عليش نجري بطم قران تك فارق وفاق الزغنغان دي العز للأمجد النس للقسم الوطني الأول هو تك شباب الحسيمة قنهضة بركان أك شباب خنيفرة قويدة فاس نهارا قد مارس كذلك كفارق أمل الزغنغان جديد نجري بتجديد نزوج المقارنة محمد مزيان ذي تجربة نسق الوفاق حاليا ذي تجربة الأمل إيش المقارنة جاء قبر درخو المقارنة بين رخون تما نشين غوم زوارو ذي الوفاق الرياضي أزغناط وغادي إن إذن إذن غيتي شني في السن إذن غيتي عوانا توغا تشمام توغا يتص توغا نغبو الدعم التص نتي راك الفرق رخو حاليا قد تير عندي القسم الأول هوات ذي القسم الأول ذي بريمير ذي المغرب طون زي زغنز مؤخرا الفريق الوفاق الزغنغان ليس التصني وذان لا علاقه ذي التسير قاع نهائيه ذي اني حرام ذي اني الشاب من عمس اذا شي زغنغان ماش نسندير من تق النظر غاسقا نتير يلعب ولكن مع الاسف الشديد وذي نوت غيكش نفوس قاع نهائيا وذي نوالو لا تسير عشوائي والدليل على ذلك غزان الفريق النغ الاول ذي الوفاق الزغنغان زان مرتبة شين تون انتي ران الحسيمة انتي راك ويداد فاس انتي راك اكبر كان تون تكلا سوي سنين وي ثلاثة وي سابعة انت كمار عام ما يمي تو غنغبو الامكانيات تو غطاو مزغنغان ايوذان سنة سيان سنة شما ارخو مع الاسف الشديد الفريق النغ تسمى وذا سنخصبو يا مني نش الفريق اني الوفاق ذي مذبة بيراغ ذي سنعمة سيدي 16 عام وذا سنخصبو يا امو نقص ان شاء الله هذه قيم ادسني وذني غيسيان تشما تمزدك ان شاء الله سؤال ان قالوا مش توقع هذه النتيجه المقابله النهار ان شاء الله ان شاء الله نشين الاراده انصدار رب العالمين ان شاء الله نابحصونا زيرو ان شاء الله مثلا حميد سؤالون اذا قالوا مش توقع يعني النتيجه المقابله نهار يعني على حسب بالنسبه للنتيجه اصلا الفريق غير نهار الامل واد زريق شعب مصوى سنين الفرقات ومصوى هذه لم يحصل الشرف تسمى انتزاغ مش تواري غنش على حساب البدا الفرقه دي تسن تير هذاك وزغنغان بحكم التجربه خزا غاسن غا حرام نيت غيمان ديكرادا يعني نيت غيمان ديكرادا مشتي ران بالون ساندوينات وفي تواريغ الفرقه هي غير نهار وزغنغان مش تواريغ تمج الفرقه يعني المرتبه النس تيشان غير الصوره الفرقه هي يعني المقابله غتيري تيري تقصح شويه نهار الفريق النغ شتي نتمنى غادي يلعب الفريق النغ ميم شتو غادي دي فيسبوك دي كيند نتائج يعني تكش النتيجه كشي غير 3-0 رخو ودابد نسقسي ثاني غول ان شاء الله يجي غازيرو ان شاء الله منت الرساله منت ثبراتي غتستوضد امار المكونات سواء المسؤولين سواء الجمهور الرياضي سواء افراد الجاليه نسن بانه نهار تجربه الامل ديال التجربه ديال جدي خصها تحلاجه الدعم من تسنغ هينيد امار يعني غتجي الغيره ختما مزغنا يعني ثادي جنت بلات نسكوضي تيمار وغادي الغيرة خنت شما ذي هندين تمزغنغان أنه ذي مد نفوس للفارقة ونيتاتي لأن تعيشن إجن تجربة على صعيد المجلة تمارا لا سواء للتسيير لا ذي التنظيم نسان سيوضن إجن تبرات أنه ربما الإمكانية توغاس نشا ولكن رغم ذلك يوضن حقا نتائج إنت ولاتينا وقا تكافح ما حند حق الأمل مارا نتندين تمزغنغان هو الصعود لذا أنه تتبلات نسكوضي الغيورين خارياضة ذي هندين تمزغنغان أذ مد نفوسي الشباب
شباب ينا لان ينا هذا المستقبل انت مدينه تمزغنغان دي تشم موضع ما ننسى المكونات الفريق مثل محمد انه الاغلبيه نسعد الشباب دي مزيانين 16 17 سنه 18 سنه يعني دين المستقبل ضم قران يتشم مزغنغان ونتمنى تكثنت الجهود مار ان شاء الله ما نحقق الامل مزغنغان هو الصعود ان شاء الله. سي محمد سؤال اخير يعني على حسب المستوى التقني تسير الفريق في الشوط الاول الشك يعني على حسب التقييم شنو تتوقع عاد نتيجه جزيره الحمر للمباراه؟ الفرق هو مش شنو غادي لنا هو الانضباط ديال الملعب خطط المدربين خصها هذه شي تمثلين بالعين الاعتبار لحقاش ام زوارو تيغوندو ماشي سهل الحال باش غتصوروا غير المرتبه الاولى الثانيه مادام مادام غتنافس في الصعود اذا اثنين الفرق سبحان غادي نكتب السن ولا المدربين السن ولا العناصر مجموعه العناصر هذه الجانب بن طيب وهذه الجانب بن زرغان الفرق كاين المستوى واش المقابله الصباح والاجواء خميتي تدكاش كذا تيرات النقاط خاصو ولا غالبا المستوى تيطيح يتغابى شويه نهار يمكن ما نزربوش المستوى التقني الصباح ما يلحقش الهاجس النفسي النتيجه ولا تني تاثر في المستوى اللاعبين ولا المستوى المقابله. الى نهار امل الزغاني تنافس في الصعود في الشف كذلك فريق فاقز غاش المقابله المصيريه ديال الاطار يعني الصراع من اجل البقاء مش توريد شك فريق فاقز غنغان ديال الحظوظ النس دي ضمان البقاء. ايوا حاليا خو مراني وفاق زنغان يعني دي اسفل ترتيب السبورة الترتيب ونشتي انت وش غانغ مقابله يعني كيحتاج جن الفريق يمكن شتي غنشتي يمكن تفضل باش ديرها كفروق يتجن يعني دي المراتب الاولى وكاين انت في غبو الصعوبات ولكن شنو تي وش المقابله يعني كيجن الفريق رانت تعاود انا مهدد بالنزول تي وش ان شاء الله بنا يحرم من المشتوري على حسب سيمانه بريباراسيون الماتش هو نتا اطلس خنيفره شتي نتمنى ان شاء الله تي وش نتيجه ايجابيه زي انا هذا الجمهور زي انا هذا المكتب المسير المجهودات اللي وداني تكمار باش كيبويا غادي يقيم ان شاء الله شي انت المتمنيات ست بارتي ذات قيمة 18 نقطه على الاقل بنادم اضعف الايمان على الاقل 16 15 نقطه ديالين تنغ يمكن نضمن البقاء ان شاء الله. Bye.
ريحه يلا حبك ريح اشوف انت ما غاو جبد علينا انا جبدونا النحل كاين سلام البركاني انت رئيس فريق الامل الرياضي الازلغان سلام شنزرة بانه النهار غيجن ولا عرضه مقارنه زغنغان المقابله تكمر التعادل اللي جن غايجن كنيو كفريق كنكتب مسير مش توره من نتيجه التعادل النهار اقل متصدر الترتيب فريق نجم بن طيب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر سي غانغون بونيت بارتيده توات كيجن المستوى ضمخران في الحقيقه العاب نقد من خاسن والتعادل واجي يوزد مني وات ما راه ديال الكيبو نغني بن طيب زعما التيران غادي الكيبو الصباح ولكن الحمد لله لعاب نشين كاجن يعني الانجاز الصباح الفريق عاد ويخسا غانغاد الامل قيمه خمسه بارتيدات عاد ان شاء الله وبقى غاسني لعاب ان شاء الله غانغاد الامل واتلون شا واتكن شا ولكن انا كفوز ان شاء الله انا ريغا انا قاعد ايوا ضاب بالسعود النوادي وبشان الشين قنا نقا من خانغ والحمد لله مش توري ذا السي محمد ناري ذا الجمهور يحيى ايش التاريخ ذا قديم. انا الان بعد نهايه المقابله سعيد مدرب فريق النجم بن طيب سي سعيد كيفاش كتقيم المقابله ديال اليوم اللي كانت بينكم وبين فريق الامل الرياضي الازغان اللي انتهت بالتعادل هدف لمثله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم على الاستضافه وكنشكركم على المجهود على التغطيه ديال المقابله. المقابله كما شفتوا ما كانش سهله لانها كتجمع ما بين المتصدر والوصيف ديالو. مقابله كانت في الشوط الاول تقريبا متكافئه استغلوا هما فرصه سجلوا الهدف ديالهم وحاولنا احنا في الشوط الثاني ان نلعبوا على الكومبينيزون تاكتيك ديالنا الكره في الارض وحاولنا نوصلوا للمرمى بزاف ديال المرات واستطعنا اننا نسجلوا والحمد لله على هذه النتيجه. سي سعيد كما كنشوفوا على ما اعتقد على بعد خمس دورات من نهايه البطوله دائما راكم في الصداره على بعد ثلاث نقاط على فريق امل زنغان كيفاش كتشوف الحظوظ ديال الفريق نتاعكم في الظفر بطاقه الصعود للقسم الموالي؟ والحظوظ هي دائما متكافئه لان لخطيتي واحد المباراه راه مشيتي لان حتى العروي كانت بيناتنا اربعه النقاط الا انتصروا اليوم تبقى نقطه واحده والحظوظ متكافئه لجميع الفرق اللي غادي استطاع انه يسيطر على الاعصاب ديالو واللي غيكون اكثر حضور في الملعب هو اللي كنظن انه غادي يتم الصعود ديالو. سي سعيد كسؤال اخير كما كنعرفوا بان فريق الامل الرياضي الازغان هو فريق جديد فتي يلاه تاسس هذا العام شنو هو التقييم تاعكم لمستوى الفريق ديال الامل الرياضي ديال الزغنغان؟ ما يكون الفريق الا مزيان كتشوف الملعب اللي كيلعبوا فيه والحضور الجماهيري تبارك الله والتتبع الاعلامي كنتمنى لهم مسيره موفقه وكنشكرهم على حفاوات الاستقبال وحتى هما ناس كيخدموا واللي كيخدم كيوصل. معنا الان يونس التيجاني عفوا اللاعب ديال فريق نجم بن طيب في البدايه سي يونس كيفاش هو التقييم تاعك للمقابله ديال اليوم اللي جمعتكم فريق الامل الرياضي الزغنغان؟ السلام عليكم والسلام على هذا الجمهور وعلى كاع الناس اللي حضروا في هذه المقابله. هي في الحقيقه كانت مباراه قويه جدا ما بين الخصم الثاني والاول كان جو كروي حماس ما بين الفريقين وكانوا فرص يعني متكافئه لا احنا بالنسبه لنا احنا ولا الفريق الخصم وكنشكر كاع الناس اللي حضروا في هذه المقابله هذه لا بالنسبه لطاقم التحكيم ولا للتغطيه الاعلاميه. اخي يونس كما كنعرفوا الاغلبيه ديال اللاعبين في الفرق ديال العصبه كيعانيوا المشاكل الماديه الفرق كذلك كتعاني بغينا نعرفوا الاجواء ديال الممارسه ديالكم انتم داخل فريق نجم بن طيب واش موفر لكم الظروف المناسبه ولا كتعانيوا على غرار باقي الفرق الاخرى؟ بالنسبه لهذا الشيء هذا بالنسبه للفريق ديالنا حنا الحمد لله كاع التغطيه بالنسبه للصحه ولا التقييم المادي بالنسبه للعابه كل شيء الحمد لله مزيان بالنسبه للماتيريال اي حاجه كاين كل شيء مزيان الحمد لله في الفريق ديالنا وبالنسبه للفرق الاخرى الله اعلم.
وبالنسبة للصعود شنو هو الفريق اللي كتشوف بأنه عنده الحظوظ أكثر حظوظ باش يصعد القسم الموالي؟ إن شاء الله نتمنوا الحظ لينا حنا بالنسبة لي كالفريق ديالي، ونتمنى الحظ كاع لجميع الفرق، وكنشوف أن الصعود يستحقوا كاع الفرق اللي غادية في الصدارة بالنسبة لينا لا حنايا ولا الناس ديال زغنغان، حتى هما تبارك الله عندهم فريق يستاهل الصعود، انما راك تشوف الحد اللي يلعب الكره واللي يربح هو اللي غادي يكون ان شاء الله في القمه. خاصنا يعني الجو مؤثر سواطاس، ومثل سلام باش نسن بانه الفرق المنطقه بصفه عامه مرت عنان المسؤولين وتشنبوش الاهميه تمقرنتي يا رياضه ديال النقص ديال الدعم المادي نزون السن كنيو مثل المجهود يتقام يعني حما اتيام الفريق الجديد فريق الامل وزغنغان. الحقيقة نشينا مزوان بدا شي يعني شي نسبة تنزيت وغنغشى، ولكن الحمد لله هنا نيضي وذنا دعمنا هنا وخشينا نغفوس الحمد لله زعما وانتو شان تشكاري نسوتس نوح غاسني يعني وخشينا نغشينا نغوجي وذا وخشينا نغو قانا نقاذو منش والحمد لله نشين نقال مجهود وخشي بصماي وزنغان وخشيت